مجموعة من البيلت ان فانكشنز في الماث دوت اتش تقدر تستخدمها على طول من غير ما تبنيها بنفسك، مش لازم تبقى يوزر ميد، هي بيلت ان اوريدي موجود، بس تعمل انكلود ماث دوت اتش. منها الابس والاف ابس، الفرق بينهم ان الابس واتيفر تديها انتجر او فلوت او دبل هترد لك رقم انتجر بعد ما تشيل العلامة. يبقى تدي له مثلا ماينس 7 تديك 7، ماينس 7.1 تديك 7، ماينس 7.9 هديك ماينس 7، يبقى هيديك الرقم الانتجر بدون الكسور ويشيل السالب. الاف ابس هيديك الرقم البوزيتيف بتاع اي رقم نيجاتيف، او حتى لو اديته بوزيتيف هيرجع لك بوزيتيف بعد ما يشيل رقم السالب، فماينس 7.3 مثلا يديك 7.3. يبقى لو انت عايز يرجع لك رقم كسري هتستخدم الاف ابس يعني الفلوتنج بوينت ابسولوت، ابسولوت بس هترجع لك الرقم الانتجر بغض النظر انت اديته ايه. مجموعه من الفانكشنز السيل والسيل فلوت، الباو والباو اف، السكوير روت والسكوير روت اف. هتلاقي الفرق بين كل دول عباره عن عدد الدقة بتاعت عدد الخانات العشرية اللي بعد الفلوتينج بوينت، وبالتالي مش هيظهر معانا في الأرقام عدد الديجيتس العشرية قليل. فمثلا السيل يعني الرقم الأكبر، الرقم الصحيح الأكبر مباشرة، يعني 8.72 الأكبر منها 9، 8.1 الأكبر منها 9. فالسيل نقول يعني في كده فانكشن اسمها فلور وفانكشن اسمها سيل، اي رقم ان بتوين الفلور ينزل لتحت والسيل يطلع لفوق. فال 8.2 مثلا يطلع ل 9، ده بالسيل، الفلور ينزل ل 8. طب في سيل وفي سيل اف، الاثنين ادوني نفس الجواب لو احنا بنتكلم على عدد خانات عشريه قليل. طبعا لو عدد خانات عشريه كبير تبان الدقه في الدبل، يعني دبل بيكون دقته بعد العلامة العشرية 15 خانة، أما الفلوت 7 بس. الباو والباو اف، الباو هيدينا الأولاني أس الثاني، فلو قلت باو 3.2 4.1 ادينا الرقم القيمة دي، والباو اف هيدينا برضو نفس القيمة لكن هيختلف ربما في الرقم الخامس السادس وهكذا. السكوير روت والسكوير روت اف، السكوير روت بيديني الجذر التربيعي للرقم الموجود هنا، فمثلا لو حطيت 16 ديك 4.0 مثلا 20.4 هديك القيمة دي، طبعا ده جذر ده. والسكوير روت للفلوت نفس الشيء برضو مش هيبان الدقة غير في الخانة السادسة السابعة وانت ماشي فوق يعني، لكن الأرقام الصغيرة أو لو انت مهتم بريزيشن قليل خلاص الاتنين هيبقوا نفس الشيء.